معيت نغضب عليك ونحير كيفاش نواسي، نضلمك ونبكيك نندم ويروح نعاسي، نجي ليك ونرديك ونبربرك غير بإحساسي، حنينة والقلب يبغيك معاك إن شاء الله نطلع ساسي. بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم حبيبة قلبي، مرحبا بكم في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللي انضموا لنا جدد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناة. ولي يعني اخواتي جنود الخفاء وكامل اللي ما فين تخليوا لي تعليقات، نقول لكم ربي يحفظكم ويخليكم لي يا اغلى اخوات. واللي مازال ما اشتركتش اشتركي حبيبتي وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد. جبت لكم اليوم وصفه هايله من اروع ما يكون، هنا عجيجات تاع السردين بالخضر والاعشاب، يجوا من اروع ما يكون. هنا عندي 1 كيلو تاع سردين، عندي حبيبتك وشتو الخضراء واش وريت لكم، راني نربي فيهم هنا، راني سبقت في لا كورجات، دوكا نزيدو هذيك الزروديه ولا السناريه كما يقولوا ناس الشرق. فوالا، وهذاك الفلفل حلو ثاني نحكمو ثاني صغير صغير، انا ما نحبش نربيه، ما نحبش نرحيه في الاشواق، مانيش عارفه يجيب لي ربي يولي ماشي بنين، الوغ نحب هكذا نواسيه بيديا. ندير كامل هذوك الخضار، البصل، الزروديه، لاكورجات، الفلفل، يعني تحبوا هنا فلفل الوان، انا عندي حبه هذه مخلطه، يعني اكتفيت بهذه الحبه. هاد العجيجات هايلين، دخلت لهم اعشاب، يعني ما عندهم مشاكل في الكولون ولا في القولون هكذا بالعربيه، اللي عندهم مشاكل في الكولون، وتانيك اللي عندهم يعني الغازات، فوالا غازات البطن، يعني انا وحده راني نعاني منهم، دونك دخلت اعشاب فيهم هكذا في هاد العجيجات، عطوني بنه هايله. وتانيك يجي يعني هاد العجيجات هادو يجوا خفاف شويه على الاستوما ديالنا. فوالا درت البصل، درت حبه بصل كيما شفتوا، هذيك البطاطا برك اللي حنخليها في الاخر باسكو البطاطا نعرفوها تطلق الماء. هنا عندي كميه تاع معدنوس وحشيش مقطفه، يعني قزبره خضراء وبقدونس، تانيك يعني كميه معتبره، نشللهم وتانيك دوكا نقطعهم يعني صغير صغير، يعني نفرمهم فرم ناعم. فوالا اللي عندها حتى النعناع الفخاش ولا النعناع الطازج، فوالا تزيد تانيك وريقات تاع النعناع، راني دايره عامليك ملهيه. فوالا قطعوا كامل صغير صغير، الدخول المدرسي راهو على الابواب، ان شاء الله يكون دخول مدرسي موفق لوليداتي ولوليداتكم، ان شاء الله يكون عام خير علينا، وان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله، واللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، واللي في قلبه حاجه ان شاء الله يا ربي يكملها له، قولوا كامل امين. اللي ما عندهاش الدريه ان شاء الله ربي يرزقك اختي بالدريه الصالحه، ربي ما يحرمكم ان شاء الله من الاطفال يا ربي. ولي يعني مازال ما تزوجتش، ان شاء الله يا ربي نطلبوا لها ان شاء الله الزوج الصالح يا رب العالمين. واللي ما عندهاش البيت تاني ربي يرزقك البيت الواسع، ويعني اي وحده ولا واحد راهو في قلبه حاجه ربي يكملوا بها، قولوا كامل امين. فوالا عامليك بعد ما وجدت كامل الوسم تاعي، دوكا الثوم تاني، شوفوا لا ساردين يعني تحب بزاف الثوم، يعني نقولوا واحد الراس هكذاك، درت له الثوم الملح وندرسوه. وهنا اوغوزمون دوك نعاود ندني لكم لاسيات باسكو على بالي ما راكوش تشوفوا هكا مزيان، اللي انتبهت عبيكم هاد لو بلون دو طرافاي تاعي بزاف صغير، دونك ان شاء الله نولي جاب لي ربي نولي نواسي لكم فوق لاطابل الخير، باسكو هنايا يعني صغير ما ضيق ما تشوفوش بيان. فوالا ها ليك هذيك الثوم بعد ما درستها مع الملح، وندير لها واحد المغرفه ها ليك تاع زيت الزيتون، اللي ما يحبش زيت الزيتون يدير زيت عادي. نوجدو اون ماريناد، هذا شويه تاع فلفل اسود
نديرو كمون، يعني كمون نعرفو كي نقولو السردين ولا حوت، لازم كمون. نزيدو بابريكا، البابريكا حاولوا ما تكتروش منها باسكو تطلق المرارة في الماكلة، يعني تجي دير اغيارغو لو كان ديرو بزاف. وهذا فلفل حار، يعني اللي يحب الحار، يعني كان السردين مليح كي يجي شويه حار يبر، مي على جال الدراري ما نكتروش. هذا اكليل الجبل تانيك ريحتو. وهذا الزعتر، ماشي الزعتر، البسباس، ما الزعتر تقدروا ديروه، انا مش عارفه كيفاش نسيتو. تانيك مليح، واسيو هكا حطيتوه بين يديكم وضيفوه، تانيك مليح. هذاك شللت هذاك المهرس تاعي بشي تاع الماء، وندير هنايا نخلط هذيك الدرسه تاعي، وندير لا ليفور شيميك، واحد المغرفه صغيره، يعني باش تعطينا خفه لهذوك العجيجات تاعنا ولا الخبيزات. والبطاطا كما كنتو تشوفوا لحد الان مازال ما جر ما ضفتهاش، وعلاش؟ باسكو قلت لكم تطلق الماء لي راح تقلي. هذا لي زاب دو بروفونس، يعني تفكرت باللي عندي راني ضفتهم، يعني الاعشاب المنسمه هكا يقولوا لها، الاعشاب العطريه، فوالا اعشاب عطريه، يعني خليط تاني هذاك مليح بزاف للصحه. ونضيفو كامل هنايا، نحبطو هاي ليك، ما نخلو ما نضيعو والو. شوفو ملاحظات ماذا بيا البنات، يشوفو كيفاش راني نخدم، كاين لقطات نحب يعني نوريهم قدامكم هكا باش تتعلموا حبيباتي، تتعلموا تكونوا مقتصدين، تكونوا يعني ما تضيعوش، ماشي هذاك نص العجين يقعد في الغيسيبيون، ولا هذاك نص الدرس نخلوه في التبسي وحطوهم نرموه هكذاك نغسلوه هكذاك، لا لا. هاكو شتوني كيفاش بالخضره هذيك حبت كامل هذاك الدرسه تاعي اللي وجدتها. ونخلطو هنايا كامل المقادير، والاحسن يكون هكا باليد. نزيدو حبيبه تاع البيض، انا هاد الخليط 1 كيلو تاع سردين وكشتو شويه خضره، دارت لي كميه الله يبارك، يعني قوجه تبيسي تاع العجيجات هادو. دوكا هنا لي ماشي حتقليها، غطوها بابي فين وديروها في الفريجيدار. لي راح تقليها كيما انا حنقلي توت سويت، راح نضيف دوكا البطاطا ديالي، ولي تحب تستغنى كاريمون على البطاطا تقدروا تعوضوها بلا شابلور، يعني حاجه وحده، يا لا شابلور يا بطاطا، هكذا باش ما نكونش افراط في النشويات، باش يكون ايكيليبري هاد يعني هاد الاكله هادي تجي متوازنه، تجي هايله كما قلت لكم، مليحه للدراري اللي ما يحبوش ياكلوا الخضره، مليحه اللي ما يحبوش السردين تانيك، سما كاين اللي الناس ما يحبوش السردين بهالطريقة الطريقه ياكلوه، يجو بزاف بنان صدقوني، يجو من اروع ما يكون. فوالا نعصرها كامل من هذاك الماء، يعني ميم برانسيب كيما نديرو العجيجات تاع البطاطا ولا المعقوده تاع البطاطا. تانيك لازم هكذا تو سويت نقلوها، ما نخلوهاش نزيد تسنى، باسكو قد ما تسنى راح تطلق لنا هذيك الخضر واسمو الماء ديالها. ما كي دوك نديرهم عجيجات، كي نجوزهم في لافارين، يعني ندير كميه ونبدا نقلي، ماشي ديرهم لافارين وتخلوهم تاني هذيك الفارينه تعاود كامل تتشمخ، باسكو خضره، والخضره نعرفوها تطلق الماء تاعها. كيما انايا هنايا شغل كنت لي عندها لي قليلها وهي راهي دير صحه، لي يد وحده تدير بكميه تعمر ينسيات وديرها، يعني يتقلاو. وتانيك ملاحظه نحب نمدها تانيك دايما، دوكا كي ندير المقله تاعي تسخن، ندير باريزومب ندير زعما نقولو 8 حبات في المقله، نستنى هذوك 8 حبات حتى يطيبوا على الجهتين، ومن بعد باش نحيهم، ما نزيدش حبات جدد هكذا باش ما بعد هذيك درجه الحراره تاع الزيت تنخفض، والشاي الاخرين يبداو يشربوا لي في الزيت. ان شاء الله يا ربي نكون فهمتكم. وكيما شفتوني كنت وجدت اون صوص طومات عادي، درت لها الرند الثوم، شويه عكري، شويه تاع الزيت زيتون، انا نحبها بزيت زيتون، شويه ملح، وخليتها تكتك شويه ونحيت ديك لاصوص تاعي. انا ما نحبش لاصوص طومات، نحبها غير بالثوم، ما نحبش ندير لها البصل. وهملك هنا بعد ما قليتهم جاوني الله يبارك، شوفوا قوجة تبيسي، انا وجدت يعني قدمتهم مع ان صوص طومات، واللي يحب يوجدهم هكا غير مع ان سالاد، والحمد لله يعني طبق كامل متكامل. فوالا، ولا ان سوب تانيك، وجاي الشتا مع لي سوب تانيك يجو روعة. هاملي كيفاش جاو، جاو ما شاء الله صدقوني، ماذا بيا تجربوهم يا البنات، جربوهم بليز، جربوهم وبعتولي يعني تطبيقاتكم، ولا قولوا لي رايكم في التعليقات. ربي يحفظكم ان شاء الله.
وهنايا مع العشية يعني بعد ما صليت العصر خرجنا شوية هكذا نكسلو رجيلاتنا. فريمون دخ خاطرنا دخ خاطرنا تاع الصح. قلت لها يعني خرجت بناتي وخرجنا شوية ندورو وميم طون يعني انا نحب نمشي. وميم طون دخلت واحد المغازان، هنا هاي ليك إسراء وهنايا هاي ليك حورية، راني بنت شوية فوالا. هنا هاي ليك المغازان تاع الماعن، راح ندخلكم يعني تشوفوا معايا كما يقولون الناس بكري اللي ما شرى يتنزه. خديت لكم بعض اللقطات يعني كما يقولوا خفاف برك، يعني خاطش باسكو عباكم خرجت بزاف لي بلاطو ميغوار ايتو، حتى وليت نسوبريمي سوبريمي باش يعني خليت لكم يعني شويه هكذا تنحو على خاطركم. كما قلت لكم ماشي توالو، انايا شريت غير طواسيري، ان شاء الله حتشوفوها في الايام المقبله ان شاء الله في الفيديو توعي. نخليكم مع هاد اللقطات ومن بعد نعاود نولي لكم. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. حب النبي في قلبي على جلون طلب ربي، لحقني نقد المبيش ورا قبر المدني. حب النبي في قلبي على جنون الطلب ربي، لحقني نقد المبيش ورا قبر المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار شي نزور المدني. انا قلبي راه طفى شي نزور المصطفى، النبي بحر الوفا على جلوران نغني. انا قلبي راه طفى شي نزور المصطفى، النبي بحر الوفا على جلوران نغني. حليمة 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 حليمة. جبت القول القول وماني جوال، سهل يا ربي رتب لي لوزان. بعد دخلنا ناكلو شويه لي كلاص، هنا اسراء تاكل فاني شوكو وانايا مع بنتي الاخرى راني ناكلو كريبوني. شكون اللي يحب كريبوني يبرد على القلب، الله الله شغلكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نقولكم نتمنى كانت عجبتكم وكنت خفيفه ظريفه على قلبكم. نقولكم حوريه تحبكم وتموت عليكم. الى فيديو اخر باذن الله، سلام وفي امان الله وحفظه.